الرحيم أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم بأفضل وأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. عاشر الأشواط ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته في أمسية سن الحيل والزمول. مشاهدينا الكرام، في يوم ما قبل يوم الختام، مشاهدينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر الخاص بالزمول. نسير مع هذه الأسماء المميزة والكبيرة مشاهدينا الكرام في أمسية جميلة استثنائية رياضية هنا نشهدها في ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان الأمير الوالد حفظه الله. مشاهدينا الكرام، نسير مع البداية مع المركز الأول رحلة الثمانية كيلو مترات. نبدأ هنا مع البداية صدارة الشوط، القفاي مع المركز الأول دحبة بن قنازل بن مسلم العامري، من يقدم لنا شعاره من يفتتح النداء والإذاعة مع القفاي مع المركز الأول. بينما المركز الثاني يأتي هنا في هذه اللحظات الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، من يقدم لنا شعاره من خلال تواجد الذيب مع المركز الثاني والمركز الثالث. صقر القادم بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند مع المركز الثالث، مقدما لنا اندفاعات صقر مع ثالث التحديات. بينما الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، من تدخل هنا في هذه الاسماء عديم علي بن خلفان الرفيسه الاكتبي يصل لينضم شعاره في هذه اللحظات الى المركز الثاني. نتابع المركز الرابع من الجانب الاخر اللي مغطي عليه صقر في مسار هذا الشوط مشاهدينا الكرام القادم، والمنطلق الشامخ مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يقدم شعاره من خلال تواجد الشامخ مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، من يصل في هذه اللحظات القادم والمنطلق مع خامس الاسماء يتواجد هنا في هذا المسار المميز والكبير. صقر بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، ولكن نرى القدوم والوصول من الرمح سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، هو من نختم النداء معه في مسار هذا الشوط. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، اول نداء للخمس المراكز الاولى في مسار وتحديات هذا الشوط الذي يحمل لنا نخبة من الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في هذا المسار المميز. عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى المركز الأول، سيارة نقدية هناك بالانتظار تنتظر أحد الفائزين في مسار هذا الشوط. مشاهدينا الكرام يا سلام، الصدارة والمركز الأول القفاي الدحبة بن قنازل بن مسلم العامري يقدم شعاره من خلال تقدم القفاي مع المركز الأول مع الصدارة. بينما ثاني التحديات يأتي شعار الرفيسة من خلال تقدم وحضور عديم علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث من يتواجد في هذه الانطلاقة يأتي الشامخ مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي مقدما شعاره، مقدما لنا تحدياته المميزة والكبيرة مع هذه الانطلاقة المميزة من تتقدم في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس يتواجد في هذه اللحظات يأتي والمركز الرابع في هذه الانطلاقة هنا الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي بنايف حاضر أيضا بشعاره من خلال تقدم الذيب في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. بينما المركز الخامس يتواجد شعار الأنيق مع صقر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدما لنا شعاره، يتواجد مع صقر مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة في أمسية جميلة، أمسية ولا أروع مع هذه الأجواء أيضا الجميلة الماطرة. مشاهدينا الكرام هنا في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية سن الحيل والزمول، أمسية الكبار. دائما يحلو الرقص مع الكبار بحضور هذه الشعارات والأسماء المميزة. ما شاء الله مثلث ذهبي هنا مع الصدارة مع المركز الأول مع البداية بقيادة القفاي بشعار بن حمرور، هنا من يقود الأسماء والتحديات الأولى دحبة بن قنازل
بن مسلم العامري يقدم شعاره، يقدم لنا اندفاعة القفاي مع المركز الأول، ولكن من الجانب الآخر شعار الكتبي بدأ يتسلل ينطلق مع عديم علي بن خلفان رفيس الكتبي، يقدم شعاره من خلال تواجد عديم، بينما المركز الثالث ياتي الشامخ مع المركز الثالث مقدما لنا هذه الانطلاقة المميزة، مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، حاضر الحرسوسي أيضا باندفاعة هذا الاسم، اسم الشامخ مع المركز الثالث. تجاوزنا لائحة الأربعة كيلومترات مشاهدين الكرام، يتبقى لنا أربعة كيلومترات أيضا خطيرة وأخيرة مشاهدين الكرام، المركز الرابع. هنا من يتواجد الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي محاضرا بشعاره المميز، متواجدا مع الذيب مع المركز الرابع. المركز الخامس صقر ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، من يدفع لنا بصقر مع المركز الخامس، ياتي ايضا شعار الانيق من خلال تقدم هذا الاسم المميز مع المركز الخامس. في هذه اللحظات هكذا هي الخماسيه المميزه، هكذا هي الخمسه الاسماء الاولى المتقدمه في هذه الاندفاعه الجميله، هذه الاندفاعه الرائعه والكبيره مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، الخمسة الأسماء الأولى انتهينا من ندائها في مسار هذا الشوط، ولكن العودة إلى البداية، صدارة الشوط وما تحمل لنا من تحديات كبيرة مميزة. هناك مع الصدارة شعار الرفيسة حاضر في هذا المسار مع عديم علي بن خلفان الرفيسة الكتبي، مقدما شعاره مقدما لنا تحديات، عديم مع المركز الأول مع البداية مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني من يأتي مع ثاني التحديات في هذه اللحظات، ينطلق القفاي الدحبة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري مقدما شعاره، مقدما لانطلاقة القفاي مع المركز الثاني في هذه اللحظات، يا سلام، بينما المركز الثالث يتواجد شعار الحرسوسي، ياتي مع الشامخ مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي حاضرا في هذه الانطلاقة المميزة مع المركز الثالث. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، رابع الأسماء الذيب بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، ياتي ايضا متواجدا مع انطلاقة وحضور الذيب مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس الاسماء، ووصل هملول في اول ندى في مسار هذا الشوط، عبد الله بن سهيل بن طماطم العفاري، يصل ايضا مقدما شعاره، مقدما لانطلاقة هملول مع المركز الخامس. مشاهدينا الكرام وتابع الاسماء بدات بالاقتراب، الزمول بدات تقترب من بعضها البعض في مسار هذا الشوط، الكل بدا يقترب من دائرة الخمسة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل، ونحن نقلص الأمتار أيضا متجهين إلى خط النهاية، إلى الناموس والانتصار، إلى السيارة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، الصدارة والمركز الأول شعار الرفيسة مقدما لنا اندفاعة وحضور عديم علي بن خلفان الرفيسة الكتبي مع الصدارة مع المركز الأول مع البداية، يا سلام، بينما ثاني التحديات يتواجد القفاي الدحبة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري مقدما لنا انطلاقة القفاي مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث الأسماء شعار الحرسوسي مع الشام مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي مع ثاني التحديات، بينما المركز الرابع، المركز الرابع الذيب من ينطلق مع المركز الرابع بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والمركز الخامس يتواجد هملول عبد الله بن سهيل بن عبد الله العفاري، يا سلام، الخمسة الأسماء الأولى المنطلقة في مسار هذا الشوط، يا سلام الله، شوف أيضا شوف هذه الاندفاعة المميزة مع عديم مع المركز الأول مع البداية مع صدارة هذا الشوط، الله الله، 1500 متر ما تفصلنا عن السيارة، ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، صدارة الشوط، المركز الأول، البداية والصدارة، هنا انطلاقة عديم علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي مع المركز الأول مع الصدارة
الإثارة مع بداية هذا الشوط، بينما المركز الثاني قادم الذيب مع المركز الثاني بشعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والمركز الثالث شوف الأسماء الحاضرة ووصل في هذه اللحظات صقر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند المسند. يا سلام دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير مشاهدين الكرام، هنا أيضا أبواب الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير يا أهل الزمول. الله يا سلام وصل بن دري من الجانب الآخر يقدم لنا أدهم سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي قادم شعار الصعب أيضا من خلال تواجد مفوض محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، خمسة أسماء خمسة نجوم بقيادة شعار الرفيسة مع المركز الأول، عديم مع الصدارة مع المركز الأول علي بن خلفان الرفيسة الاكتبي، بينما المركز الثاني الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والمركز الثالث شعار بن دري يقدم لنا أدهم أدهم سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المسند قادم مع صقر ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام يا سلام الأمتار الأخيرة السيارة بالانتظار بن دري الشبل يقدم لنا تحديات، أدهم أدهم مع الأمتار الأخيرة المسند يحاول والمالكي من الجانب الآخر، ولكن بن دري صامد مع الأمتار الأخيرة والخطيرة سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يحضر هنا من خلال تقدم أدهم. الله يا سلام البداية صدارة الشوط، المسند يحاول مع صقر ولكن الشبل الشبل يحضر بحضور الكبار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، سلام زاخر سلام على هذا الأداء المميز والكبير، مشكور يا الشبل على هذا الأداء المميز وحضور أدهم بحضور الكبار مؤكدا شعار الشبل في هذا المساء باختطاف الناموس والانتصار، تهانينا والناموس لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني وصل الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والمركز الثالث المركز الثالث ساق ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، المركز الرابع المركز الرابع القفاي دحبة بن قناد المسلم بن حمرون العامري، والمركز الخامس 17 المركز الخامس عديم علي بن خلفان الرفيس الاكتبي. اذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط ولكن حضر شعار الشبل بحضور الكبار مقدما لنا ادهم من اختطف الناموس والانتصار والسيارة، وارسل السلامات الى اهل زاخر. مساء الخير يا اهل زاخر على هذا الفوز والانتصار، 12 دقيقة 47 ثانية 47 جزء من الثانية، تهاني للناموس لسالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي. بينما المركز الثاني كان الوصول من الذيب 12 دقيقة 49 ثانية 3 جزء من الثانية، تهاني والناموس لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي. والمركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام اللي هو صقر 12 دقيقة 49 ثانية 65 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، تهانينا والناموس للجميع.